ما الذي جرى يا كابتن أحمد لجماهير الكرة التي تحولت من عشاق حقيقيين إلى وحوش كاسرة؟ السياسة، السياسة أفسدت كرة القدم، والناس سكتت وتلهت. لو سمحت تقول لي من إمتى بالضبط؟ 2007. من 2007 كان أول مظهر إيه من مظاهر إن السياسة دخلت الكرة؟ حرق مشجع كرة زملكاوي بأيدي بعضا من مهاويس ألتراس الأهلي، ده كانت البداية. وأول من صرخ وقتنا، وأول من اتهاجم هجوم عنيف جدا كنتنا، لأنه حضرتك في 2006 مصر وصلت للتوب في السلوك، في الاحترام، في الانضباط، في التشجيع، رغم انك مش بتاع كورة لكن اكيد فاكر بطولة الأمم 2006. تمام. فاكر البنت الأمورة الجميلة اللي كانت بتعمل كده ومصر بتجيب جون، ولا بتعمل كده واحنا بنضيع. نعم. جون. ففي ناس صعب عليها انه ده اللي جاي، فقال لك لازم نوقف ده، وبدأوا يدخلوا السياسة. وكان يعني ايه صعب عليها؟ انه مصر بتعلى بتكبر. يعني ايه؟ يعني قصدك تقول تحركت جيوش الحقد؟ ايوه، حلو قوي، حلو قوي التعبير، جيوش الحقد. يمكن خلينا ناخد ده تعبير جديد، انت اللي طلعت اعداء النجاح. نعم. ومصر كلها خدتها مع حضرتك او من حضرتك. جيوش الحقد تحركت، دول ما بقوش موجودين في المدرجات، بقى موجود الشماريخ، بقى موجود الصواريخ. هل الشماريخ احد اساليب الفرحه؟ فهمني. انا على فكره مش ضدها، بس امتى؟ بعد المباراه. قبل المباراه ممكن تعمل تعبير، لكن في المباراه ده مش مجالها ولا مكانها على الاطلاق. لكن معنا بنفرح وبنشوف الحاجات دي، الفايروركس، الحاجات دي كلها بنبقى مبسوطين بيها. لكنه لما توصل ان تضرب شمروخ ينزل على بطن لعيب في مباراه، او ياخد ايد ضابط، او ياخد عين مجند. هو ايش شمروخ؟ الشمروخ ده حضرتك اللي بيرشدوا بيه السفن. فشوف بقى حاجه عشان السفينه وهي جايه، فبيطلع الراجل المرشد او الدليل يعملها كده. ده نار. نار. نار طبعا. امال ايه؟ وغالي جدا الشمروخ، الواحد ب 150 جنيه ودلوقتي ب 250 جنيه المعدل. تخيل بقى في ملعب 100 شمروخ بيتكلفوا كام وبيجيبوهم ازاي؟ هو ده قد ايه؟ حجمه قد ايه؟ قد كده. يعني قصدي ممكن يستخبى؟ طبعا. ما انا عملت مره يعني تجربه عمليه داخل الاستوديو، وكنت طويل اللسان شويه. وده كان عيب. قلت ايه ساعتها؟ لا، قلت كلام ما ينفعش يتكرر، لان اعتذرت عنه تاني يوم، لانه من المرات القليله في حياتي اللي فقدت فيها حيائي او جزء من حيائي على الهواء. وده امر ازعجني جدا، فاعتذرت اليوم التالي مباشره يعني. لكنه الشماريخ كانت لعبه سياسيه، الهتافات، اللافتات، وده يقول لك انه الشغل كان شغال من زمان.